محدش هيوقفني مادام النية على الله همشي مصاحب بالي مظبط حالي طريقي سالك مهما الدنيا تشعل الجنب انا هفضل دغري مكمل هدي الكون بطبنجة وعيش بخيالي خيالي حياتي بمزاجي انا بس اللي اتحكم فيها ما تجيش حاجة قدامي الا ولازم اعديها حياتي بمزاجي انا بس اللي اتحكم فيها مش عارف رايح فين الدنيا كانت حر والساعه كانت 2 عيال واقف على جنب بيلف وسط بحر كان نفسي اكون معاهم بس مش طالبه الصراحه راح خطبني بصوت عالي ست جوزها مشرداله بتطلب الطلاق الشفت ده بيجراله يوميه بس اسمعي العيال دي هتروح فين انت مالهم يا حسين الناحيه التانيه بنت سخنه كانت شافها انزاجي بتلاقي كل يوم بس مش داخله مزاجي جيت بالعقل بفكس منها رحت مصدر عيل جاري صدقيني كان بودي بس مش لقطك راداري طب لازم وقتي اهرب نطت جوه توك توك سواء عمال بيخرب وماسك ودني لطلق مره واحده راح مطلع مطوه صدرها قبالي الساعه 2:30 ارجع البيت يا غالي صح صح بس مطنش تضرب تقلب عادي مدي القلق اجازة عيشها ورايق يوم والتاني بجدد نفسي موقفي مع الدنيا ليها الف حكاية الركع على اللي قاريها فاهمها وفايق فايق حياتي بمزاجي انا بس اللي اتحكم فيها ما تجيش حاجة قدامي الا ولازم اعديها انا حياتي بمزاجي انا بس اللي اتحكم فيها اقفل يا محمد يا سيد.